حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم السبت 19 تشرين الثاني. أمسية غنائية للفنانة عبير نعمة بعود ريع على نشاطات جمعية أفق، معرض رسم للفنان التشكيلي محمود شهاب وغيرها من التقارير. أما ضيوفنا لليوم فهن نور سلامة مديرة دار نشر كافي لنحكي معها عن حفل توقيع كتاب بيروت راوند تريبس للكاتب غيوم دوسارد، ودكتور لوران معوض أخصائي بجراحة الحيوانات الأليفة والخيول لنحكي معه عن الحيوانات الأليفة بالمنازل. إنما البداية وقبل كل هالمحطات، محطة مع مصلحة الأرصاد الجوية. اليوم معنا أستاذ حسان المصري، صباح الخير. يمكن بعد ما جهز الاتصال، اذا عم نحس انه درجات الحراره بهالايام بعدها دون مستوى المطلوب، مستوى المعدلات الموسميه. رح نتاكد اكثر من تقس كم يوم الجايين. اذا مع استاذ حسان المصري، صباح الخير. صباح النور، كيفك اليوم؟ الحمد لله. تفضل. فإذا عندنا منطقة من الضغط الجوي المرتفع بتسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، وهذا الشيء بيؤدي لطقس مستقر خلال الأيام القادمة. نعم. اليوم حيرافقنا شوية غيوم مرتفعة ومتوسطة، وعندنا حنشهد ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة. بكرة الأحد كمان غائم جزئيا لغائم بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. طقس التنين حيكون مشمس إجمالا دون تعديل يذكر على درجات الحرارة. درجات الحرارة اليوم اللي بالمناطق الساحلية حتراوح من 11 ل 25، بالمناطق الجبلية من 10 ل 21 درجة، بمناطق الأرز من 5 ل 16، وبمناطق الداخل من 6 ل 23 درجة. نعم، بهالوقت من السنة قد ايه كان مفروض تكون درجات الحرارة؟ إجمالا يعني أكيد مش هيك، يعني نسبيا مرتفعة عن مزبوط. السنوات الماضية، بس وبعد ما في أمطار وبعد ما حسينا إنه صرنا بتشرين تاني. صحيح. نتأمل بركي يعني إن شاء الله نهاية الأسبوع القادم أو بداية الأسبوع، يعني بداية كانون الأول، إنه الحرارات ترجع تنزل أكثر ونحس حالنا فعلا صرنا بالشتاء. جمعة الجاي رح يكون في أمطار يمكن آخر الجمعة، عم بيحكوا عن عاصفة. هلا اكيد مش بالشكل اللي مبالغ فيه اللي عم تتداول فيها الناس، في منخفض عم بيقترب صوبنا. أوكي. يعني منخفض عادي، اكيد حيعمل امطار وممكن يعمل ثلوج. من اي متى؟ نتامل نهايه الاسبوع. اوكي طيب، نحن يعني بنرجع بنتاكد اذا باتصال جديد معكم. يعطيك الف عافيه. اهلا وسهلا، صباح الخير بيارات. صباح النور جوال لك ولكل المشاهدين. جوله على عناوين صحف بيروت لصباح يوم السبت، بنبداها هلا. جولتنا لليوم بنبداها مع عناوين صحيفة النهار. التشكيلة الحكومية عالقة وموفدان سعوديان، احتواء الانتكاسة السياسية ومعاودة الاتصالات اليوم حول العقد الوزارية. جعجع، البعض مصمم على عرقلة انطلاقة العهد بالشروط والفيتوات. والصورة اللي عم نشوفها هي ل 15 طابع تذكار جديد أصدرتهم امبارح ليبان بوست تكريما لرجالات الاستقلال. بالعناوين الأخرى بصحيفة النهار، أعنف المعارك في حلب منذ أسبوع، 20 اتهاما بهجمات كيميائية منذ آب. معارضون سوريون التقوا مسؤولين أمريكيين ليسألوا عن مصير شحنات أسلحة. انتخابات تمهيدية لليمين الفرنسي الأحد، مبارزة ثلاثية على الأسلوب لا على المضمون. نحو نهضة لبنان الرقمية، وضمن افتتاحية النهار لليوم بألم المطران كيرلس سليم بستروس، طوبى للحزانة فإنهم يعزون. وضمن أدب فكر وفن سمندل، فنانون كسروا التابوات بالخط والرواية. من صحيفة النهار إلى عناوين صحيفة السفير، السعودية في لبنان مجددا، تحشيد للمواجهة أم التسوية. مفد ملكي إلى بيروت يمهد لنزع الشمع الأحمر عن هبة التسليح. الجيش السوري يندفع غربا باتجاه إدلب، لحظات قاتمة جدا في حلب. ملامح أولية لعهد ترامب، قبضة من حديد للصقور. وختاما، الأحداث في روميا يغنون ويرقصون، الموسيقى تليق بنا.
ننتقل إلى عناوين صحيفة الحياة. سكور ترامب تشدد مع إيران. تعيينات رئيس المنتخب تبشر بمرونة مع روسيا وتحالف معها لضرب داعش. واتصالات لطمأنة الأطلسي. لحظات قاتمة في حلب وعجز عن إغاثة شرق دمشق. أوباما وقادة أوروبيون يشددون على وقف فوري للقصف. زعماء عراقيون يناقشون سيناريو الأقاليم السبعة. بارزاني يتراجع عن رفضه سحب البشمركة بعد تحرير الموصل. أنقرة تلوح للأطلسي بصواريخ روسية. مقاتلات أمريكية لقطر والكويت بقيمة 31 بليون دولار. جهود دولية لإحياء المفاوضات اليمنية. وختاما وبالرياضة، الدوري الإنجليزي الممتاز يجتذب 650 مليون دولار صينية. صفقة قياسية تسجلها عقود النقد التلفزيوني الإلكتروني. من صحيفة الحياة بنوصل إلى عناوين صحيفة المستقبل، وبأبرز عناوين اليوم: حلب ودوما تحت نيران روسيا والأسد، عشرات القتلى وغازات سامة وثلاث مستشفيات خارج الخدمة. اعتراض شيعي على دعوة الأسد لانخراط الحشد في سوريا. حرب الموصل في شهرها الثاني وسط تقدم الجيش. ترامب يعين متشددين ضمن فريق عمله. أوروبا تودع أوباما. وبالصفحات الداخلية بالمستقبل: المستقبل يطلق أكبر مؤتمر حزبي في الشرق الأوسط. حزب الله يعوض خسارة المواقع العسكرية بمهاجمة الإلكترونية. هبوط كبير للصادرات الصناعية. وبكداش يرى أن الأولوية لتحسين العلاقة بالخليج. تظاهرات غاضبة داخل أراضي 48 ضد قانون منع الأذان. من صحيفة المستقبل منتابع جولتنا مع صحيفة الأنوار. البطريرك الراعي: علاقتنا ممتازة بالرئيس بري والشيخ قبلان. القاضية حمدان تشرف على تمثيل جريمة في الضنية. تشيع بطل قضية المفقودين في سوريا. الأمم المتحدة: وضع السكان في حلب قاتم جدا. استمرار تراجع داعش في الموصل وتل عفر. وختاما كتب المحلل السياسي لليوم: الجبهات المشتعلة لا توحي بقرب ولادة الحكومة إلا إذا. من صحيفة الأنوار منتابع جولتنا مع صحيفة اللواء، وبعناوين يوم السبت: الثنائي الشيعي يطالب عون بإيقاف باسيل عند حده. حركة التأليف تجمد. وحزب الله للإقلاع عن الكيدية واحترام مكانة فرنجية. معارك شرسة وحشودات كبيرة للنظام في حلب. والأمم المتحدة تتحدث عن لحظة قاتمة جدا. مجلس التعاون يبحث التطورات في عهد ترامب. الملك سلمان في أول زيارة خليجية للبحرين. شهيد في مواجهات مع الاحتلال في غزة. تظاهرة لحماس في جباليا رفضا لمنع الأذان في المساجد. ترامب يعين شخصيات متشددة في قضايا الأمن والهجرة. وختاما: انتخابات تمهيدية لليمين الفرنسي غدا. من صحيفة اللواء إلى عناوين صحيفة البلد، وبأبرز عناوين اليوم: تبريد أجواء بين بعبدة وعين التيني، والساعات المقبلة حاسمة. معارك حلب تستعر، ومجلس الأمن يمدد التحقيق الكيميائي. صراع النفوذ يحاصر الحكومة، لا ولادة قبل الاستقلال. بدنا نحاسب، المهمة الأولى وضع قانون جديد للانتخاب. وختاما: 85% من اللبنانيين سيتمتعون بالإنترنت السريع في 2017. من صحيفة البلد بنوصل إلى الصحف الأجنبية، وبأبرز العناوين لليوم: الحريري مصر على التقدم بتشكيل الحكومة قبل عيد الاستقلال. ترامب يعاين متشددين للمناصب الأمنية العليا. من ديلي ستار مننتقل إلى صحيفة لوريون لجور، وبعناوين اليوم: تأليف الحكومة، الطابة في ملعب عون. غازي عاد شفيع قضية المفقودين. مكافحة الفساد، من أين نبدأ ومع أي وسيلة؟ وختاما: حلب الشرقية تحت القصف. من لوريون لجور منتابع جولتنا مع عناوين صحيفة الشرق: ولادة الحكومة تنتظر حل الإشكال بين عون وبري. الراعي: بوجود الجنرال رئيسا استعاد عيد الاستقلال قيمته ورونقه وعزته. الاتحاد العام لنقابات السائقين لرفع الحصار عن مراكز المعاينة. اشتباكات جماعة سليماني والسلطة العراقية. ضمن رأي الشرق لليوم: العلاقات الأمريكية الإيرانية،
إلى أين مع ترامب؟ ودائما بعناوين صحيفة الشرق، فضل الله يدعو المواقع الدينية إلى عدم الانزلاق في السجلات السياسية، وبعنوان أخير الملياردير اليهودي الذي حرض على ترامب. من صحيفة الشرق إلى عناوين صحيفة الشرق الأوسط، بيرو اتهامات لحزب الله بالتورط في أعمال عنف، الاشتباه بتواطؤه مع جماعة الدرب المنير، شيخ الأزهر متراجعا لم أقصي مذهبا في مؤتمر غروزني، الطيب أكد أن البيان الختامي لم يعرض عليه قبل إصداره، الاشتباه بصنع التنظيم غاز الخردل في العراق وسوريا، داعش يهرب من تل عفر ويحشد في الأنبار، ثلاثة محافظين باكورة تعيينات دونالد ترامب. ودائما بعناوين صحيفة الشرق الأوسط وبعنوان أخير لأول مرة واشنطن ولندن تغازلان المشير الليبي حفتر. من صحيفة الشرق الأوسط بنوصل إلى عناوين صحيفة الجمهورية يلي معها رح نختم جولتنا لليوم، التأليف ينتظر تبريد الحماوة السياسية، الاشتباك الرئاسي انذار مبكر لأزمة دائمة، ثلاثة أو أربعة كراسي في عيد الاستقلال، ترامب يختار وزيرا للعدل ومديرا للاستخبارات، وبأخبار الرياضة مواجهات مشتعلة في الدوريات الأوروبية الكبرى، والصورة اللي عم نشوفها هي الأهالي المخطوفين والمفقودين والمخفيين امبارح هن وعم بيعودعوا الناشط غازي عاد أمام خيمة الاعتصام بحديقة جبران خليل جبران بوسط بيروت وداعا يا بطل. مع صحيفة الجمهورية منكون وصلنا على ختام جولتنا على صحف بيروت لليوم، رح نتوقف هلا مع بريك ومن بعده جولة فنية وثقافية مع جوال، ضلكم معنا.